بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب العرش والكرسي هذا الباب من الكافي الشريف يتضمن بعض الاحاديث التي هي تفسير لبعض الايات القرانيه حول العرش والكرسي هناك ايات فيها كلمه العرش وان لله سبحانه وتعالى عرش الرحمن على العرش استوى وقد مر في بعض الحلقات الماضيه بيان معنى هذه الايات وكذلك ورد في بعض الايات كلمه الكرسي كقوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والارض فهذا الباب حول الاحاديث التي جاءت في تفسير هذه الايات ودفع بعض الشبهات أولا قبل أن ندخل في هذه الروايات، نبين بشكل إجمالي معنى العرش والكرسي. للعرش معاني مختلفة، وقد ذكرت هذه المعاني في الروايات من جملتها روايات هذا الباب. المعنى الأول: هناك جسم خلقه الله سبحانه وتعالى هذا الجسم محيط بكل الكون اجمع يعني جميع هذا الكون السماوات السبع وما فيها وما بينها هذه داخل جسم اخر هذا الجسم هو العرش فهو جسم مادي أحاط بالوجود أجمع ، وجعله الله سبحانه وتعالى مركزا لصدور القرارات ، والإرادة التشريعية أو التكوينية ، وشرف هذا المكان بأن نسبه إلى نفسه ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، عرش ربك كما ان الكعبة هي بيت الله ليس بمعنى انه يسكنها والعياذ بالله كما نسكن نحن في بيوتنا كلا وانما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى شرف هذا البيت بأن نسبه الى نفسه كذلك الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجسم المادي الذي خلقه وجعله محيطا بالعالم كله شرفه بأن نسبه إلى نفسه وجعله مصدرا لصدور أو مركزا لصدور القرارات بالإرادة التشريعية أو التكوينية هذا المعنى الأول للعرش وبعض الآيات القرآنية يراد بها هذا المعنى وكذلك بعض الروايات المعنى الثاني وهو معنى مجازي ان يراد بالعرش السلطة والملك الله استوى على العرش يعني سيطر على الملك في كل الوجود باجمعه كما نقول مثلا ان فلان وصل الى عرش الرئاسة لا يوجد هناك عرش مادي مثلا مكان مرتفع منصة هي مركز للرئاسة قد يكون ذلك لكن المقصود المعنى المجازي يعني هذا سيطر على مقاليد الأمور الله سبحانه وتعالى مسيطر ومهيمن على الوجود أجمع له مقاليد السماوات والأرض هذا المعنى الثاني للعرش وقد مر سابقا في ايات الرحمن على العرش استوى احد المعاني في هذه الايه هو هذا ان الله سبحانه وتعالى مالك ومهيمن على الوجود المعنى الثالث للعرش هو العلم وهذا تاويل كلمه العرش العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى لبعض اوليائه وقد ذكر هذا المعنى مجموعة من المفسرين منهم الزمخشري في تفسير الكشاف وأيضا في بعض الروايات من جملة الروايات الموجودة في هذا الباب إشارة إلى هذا إذا المعنى الأول هو المعنى الحقيقي للعرش وهو الجسم المادي المحيط بالعالم كله بالوجود كله وجعله الله سبحانه وتعالى مركزا لاصدار ارادته. المعنى الثاني وهو المعنى المجازي وهو السلطه، العرش بمعنى السلطه والهيمنه على الوجود باسره. المعنى الثالث هو تاويل للكلمه وهو العلم، العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى لبعض اوليائه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعني الله سبحانه وتعالى يفيض ذلك العلم على من يريد. الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها. افاض علم الاسماء الى ادم ولم يفض ذلك العلم الى الملائكه ولذلك عندما اراد ان يبين فضيله ادم عليهم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وكذلك العلم الذي يفيضه الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عبر الوحي الله سبحانه وتعالى يفيض إليهم ذلك العلم وكذلك أوصياء الأنبياء وتارة يكون هذا العلم الواسطة يعني الله سبحانه وتعالى يامر جبرائيل بانزال ذلك العلم الى انبيائه عليهم الصلاه والسلام فهذا ايضا بالنسبه الى كلمه العرش ثم بعد ذلك ننتقل الى كلمة الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أيضا له معان ثلاثة كمعاني العرش، المعنى الأول جسم محيط بالوجود ولكن يختلف عن العرش، العرش هو الجسم الذي يحيط بكل الوجود والكرسي في درجة بعد العرش يحيط بكل الوجود جسم مادي وهو محاط بالعرش يعني العرش فوقه يحيط به وهذا الجسم المادي الذي هو الكرسي محيط بالوجود أجمع هذا المعنى الأول المعنى الثاني الملك والسلطة وسع كرسيه السماوات والأرض بمعنى أن سلطة الله سبحانه وتعالى وهيمنته وسعت كل الوجود وأيضا العلم أيضا يعبر عنه بالكرسي فإذا العرش والكرسي كل واحد منهما له معان مختلفة وفي طي أحاديث هذا الباب سنشير إلى بعض تلك المعاني. الحديث الأول في هذا الباب جاء الجاثليق، الجاثليق هو كبير النصارى لعله يرادف في مصطلح هذا العصر الكاردينال لعله أو هو كلمة ومنصب للنصارى الشرقيين لا النصارى الغربيين الجاثليق جاء الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لانه امير المؤمنين عندما جاء الى الكوفه واستقر فيها كان في اطراف الكوفه يهود ونصارى الان قرب مدينه الكوفه حوالي تبعد عنها بثلاثين كيلومتر او اقل يوجد قبر نبي الله ذو الكيفل معروف في العراق يسموه تشفل نبي الله ذو الكفل هو من أنبياء بني إسرائيل فمدفون في هذه المنطقة ولذلك من قديم الزمان إلى قبل ستين عاما كان بعض يهود العراق يسكنون في هذه المنطقة وهي قريبة إلى الكوفة إلى أن تأسس الكيان الصهيوني وهاجر كلهم إلى فلسطين ولحد الآن حسب المنقول توجد قبور بعض حخاماتهم الكبار هناك على كل حال هذا بالنسبة إلى اليهود وكذلك النصارى كانوا متواجدون أيضا باعتبار أن الحيرة كانت مدينة نصرانية قبل الإسلام والحيرة تقع في جنوب النجف الأشرف وحسب المنقول الآن هي متصلة بالنجف بإعتبار التوسعة السكانية منطقة في جنوب النجف الجنوب الغربي للنجف تسمى أبو صخير وبجانبها الحيرة كانت مركز للنصارى أيضاً وايضا كانوا يعيشون في اماكن متفرقه في العراق، فعلى كل حال وهم اهل ذمه بالنتيجه اهل الذمه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فاذا اعطوا الجزيه والتزموا بشروط الذمه على الحكومه الاسلاميه وعلى المسلمين ان يراعوا ذمتهم ويدافعوا عنهم فالجا ثليق وهو كبير النصارى جاء إلى أمير المؤمنين وهناك روايات كثيرة في لقاء أمير المؤمنين ومناظراته مع كبار الأديان والمذاهب فهنا جاء يطرح شبهة أو سؤال السؤال أنتم تقولون بأن الله حامل كل شيء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا هكذا تقولون فالله سبحانه وتعالى عندكم معاشر المسلمين حامل كل شيء بقدرته ولكن من طرف اخر انتم تقولون في كتابكم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه كانه الجاهلي تصور ان العرش كما يتصور مجسمة هذا الزمان أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش هكذا يتوهم وهؤلاء الثمانية من الملائكة حاملين العرش فمعنى ذلك أنهم حاملين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فكيف تقولون بأن الله حامل كل شيء مع أنه محمول على العرش هذه أصل الشبهة التي طرحها الجاثليق. فالامام عليه الصلاه والسلام اجاب هذه الشبهه مع بيان جمله من المعارف، وهذا الحديث من اجل الاحاديث التي فيها افاضه في المعارف الالهيه التي صدرت من امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. حاصل الجواب بشكل مختصر ان الله ليس جالسا على العرش بالجلوس الحقيقي. الملائكة يحملون العرش. هناك غير الملائكة يحملون العلم في تأويل الآية. لكن ليس معنى ذلك أنهم يحملون الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بجسم وليس له مكان وقدرته محيطة بكل شيء، لا يحتاج إلى أن يحمله أحد ولا يمكن ذلك لأنه ليس بجسم. فإذا الخلط في ذهن ذلك الثليق بسبب عدم فهمه للايه الشريفه والا حسب فهمه الاشكال يكون وارد ولكن فهمه خاطئ والان انت لمجسمه هذا الزمان اذكر هذا الامر انه معنى ذلك ان الملائكه حاملين الله سبحانه وتعالى فيضطربون في الجواب هل الله يحتاج اليهم؟ هل لهم من هذه القدره بحيث انه يتمكنون من حمله؟ فهنا تجي ويبدا مغالطاتهم وتلاعبهم بالالفاظ بحيث انه يهربون عن الاجابه لكن حينما استقيت معارفك من عدل القران يعني اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وهم فسروا لك القران وبينوا متشابهات القران وبينوا مواطن التاويل حين ذاك جميع الشبهات تنحل ولا تبقى شبهه لان الاسلام دين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لذلك لا يوجد باطل فيه بحيث يتمكن اهل الباطل من اثاره اشكال وكل ما يثيرونه حجج داحظه هذه شبهات بطلانها واضح ومبين فاذا سال الجاثليق وهو كبير النصارى امير المؤمنين عليه السلام الامام علي وقال اخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش ام العرش يحمله اذا تقول يحمل العرش الايه تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه كلامك يخالف هذه الايه واذا تقول العرش يحمله انت لا يمكنك ان تلتزم بذلك لان الله حامل كل شيء، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، فاذا تناقض في عقيدتك. هذه الشبهه التي طرحها الجاثليق، فقال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: الله عز وجل حامل العرش، يعني يمسكه بحيث انه لا يسقط، لا يتهاوى وليس العرش فقط، جميع الوجود من السماوات والارض وما فيهما وما بينهما ما بين السماوات والأرض النجوم والكواكب وما إلى ذلك وما فيهما يعني في الأرض مثلاً في السماوات أي شيء موجود الله سبحانه وتعالى كله ممسكه بقدرته والله سبحانه وتعالى جعل قوانين هذه القوانين الطبيعية الموجودة يعني الآن العلم الحديث اكتشف جمله من هذه القوانين الطبيعيه ان الشمس لها جاذبيه تجذب الارض الارض تدور حول نفسها تفر من الجاذبيه وهذا سبب توازن بحيث لا الارض تبتعد ولا هي تقترب الى الشمس اذا ابتعدت الحياه تنعدم اذا اقتربت الى الشمس الحياه تنعدم هذه مجموعه من القوانين الطبيعيه وكذلك تأتي في الأرض في السماوات مجموعة من القوانين العلم الحديث يكتشف بعضها بالتدريج. هذه القوانين ليست بالذات وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى. لذا الآية تقول مثلا في سورة الملك بالنسبة إلى الطيور هذه تطير بين السماء والأرض، الآية تقول ما يمسكهن إلا الرحمن، لماذا هذه لا تسقط على الأرض؟ الله يمسكها كيف الله يمسكها عبر القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى جعل قانون الجاذبيه وجعل الطاقه يمكن لهذه الطاقه ان تحتوي على قانون الجاذبيه بكيفيه خلق هذه الطيور بحيث تتمكن من الاستفاده من الهواء ومن التوازن فتطير حسب الطاقه التي تستهلكها عبر تحريك الاجنحه والذيول مثلا طبعا هذا هو ظاهر هذه القوانين الطبيعية. هناك قوانين غيبية هي مهيمنة على هذه القوانين الطبيعية. الله سبحانه وتعالى كلف الملائكة يدبرون الأمر والمدبرات أمرا. هذه الملائكة هي الواقع في كل هذا الكون وتدبير أموره. القوانين الطبيعية هي ظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهم عن الاخرة هم غافلون مثلا حينما واحد يرمى بطلقه على راسه هذه الطلقه بمجرد ان تصيب راسه يموت هنا القانون الطبيعي انه تهشم الجمجمة والمخ سبب للموت هذا هو القانون الطبيعي وجعله الله سبحانه وتعالى لكن ال علة الواقعية هي الوفاة الذي توفاه الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا. الله يامر ملك الموت عزرائيل ولعزرائيل اعوان. هذا هو الواقع في الموت. القانون الطبيعي هو الظاهر. اذا انت عندما واحد يموت تسال الطبيب شنو سبب الوفاه؟ يذكر لك القانون او العله الظاهريه انه اصيب بسكته قلبيه او اصيب بحروق او اصيب بكذا او بكذا او بكذا فمات. لكن الواقع هو الموت بسبب قانون غيبي اللي هو توفي الله سبحانه وتعالى لروح هذا الشخص. ولذلك في جهنم وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لماذا؟ لأن القانون الطبيعي لا يمكن أن يتعارض مع القانون الغيبي، الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي هو في جهنم لا يقبض روحه فلذا يحترق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويأتيه الموت من كل مكان لكن وما هو بميت لأن الله لم يتوفاه. نار إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذه النار هي نار حقيقية كانت. لذلك أي واحد كان يقترب إليها كان يحترق. لا أنها لم تكن ناراً حقيقية، لا نار حقيقية كانت. لكن سبب الاحتراق هي إرادة الله سبحانه وتعالى حسب قانون التوافي، أو بالتوافي عادة الله جرت. الله سبحانه وتعالى لم يشأ غيبياً الاحتراق، لذلك لم يحترق إبراهيم. أما في سائر الموارد أنت أي شيء تلقيه في النار النار هي السبب الظاهري للإحتراق ولكن السبب الواقع هي إرادة الله سبحانه وتعالى في إحتراق ذلك الشيء على كل حال فإذا الذي يحمل السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها فليس هو محمول الإمام أمير المؤمنين يقول الله عز وجل حامل العرش والسماوات والارض وما فيهما وما بينهما وذلك قول الله عز وجل يستشهد بايه من القران ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا ان الله يمسك يعني يحفظ السماوات والارض يحفظها من ان شيء ان تزولا يعني لكي لا تزول او كراهيه ان تزول زين هذا ليس معناه انه الله سبحانه وتعالى اجرى هذه القوانين فاذا تركها القوانين تستمر لا هنا عله محدثه ومبقيه هذا مو مثل بناء يبني دارا ثم بعد ذلك البناء يموت مئات الاعوام يمر على موته والبناء قائم هذه الاثار نراها مئات الاعوام قائمه مع ان الذي بناها ميت ولا يوجد. السماوات والارض ليست كذلك. كما ان الله اوجدها بقاؤها ايضا من الله سبحانه وتعالى. عكس ما يزعمه اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كما ان الله اوجد السماوات والارض بقاؤها أيضا من الله سبحانه وتعالى ولئن زالتا يعني تركها الله سبحانه وتعالى تركهما السماوات والأرض حتى زالتا هل هناك موجود آخر يتمكن من حفظ هذه السماوات والأرض؟ كلا الله هو وحده ولئن زالتا إن أمسكهما أي النافية يعني لا يتمكن من أمساكهما من أحد من بعده يعني بعد الزوال او من بعد الله سبحانه وتعالى لا يمكن ذلك انه كان حليما غفورا هنا انه كان حليما غفورا في نكته ادبيه بلاغيه طريفه ولطيفه واحد يسال شنو رابط الحلم والغفران بامساك السماوات والارض هذه اشاره الى انه بعض ذنوب بعض ذنوب الخلق هذه لعظمتها إلها قابلية لإزالة السماوات والأرض. كبرت كلمة تخرج من أفواههم أو في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة" بعض الذنوب إلها اقتضاء إزالة الأرض. إزالة السماوات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن الله سبحانه وتعالى بحلمه وبغفرانه جعل مانع أمام هذه الذنوب من أن تهدم نظام الكون، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الذنوب يمكنها ان تكون كالقنبله الذريه بل اكبر واكثر تاثيرا، لكن حلم الله وغفرانه سبب ان هذه الذنوب لا تهدم نظام الكون، انه كان حليما غفورا، زين فالامام قال بان الله هو الذي يمسك وهو الذي يحمل السماوات والأرض وليس هو محمولا هنا الجاثليق يجي يستشكل يقول آية أخرى تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في سورة الحق يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يحمل عرش ربك ولم يقل يحمل ربك. انت لا تتوهم ان الله جالس على العرش، هذا توهم غير صحيح، لا. يحملون العرش لكن العرش مخلوق، مخلوقات هي الملائكه ثمانيه منهم يحملون مخلوقا اخر هو العرش. كما ان الكعبه هي بيت الله. وهي مخلوق لله سبحانه وتعالى. بناها ابراهيم واسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا هذا ليس معناه ان الله احتاج اليهما كلا وانما الله سبحانه وتعالى الكعبه مخلوقة له وامر مخلوقين له هما ابراهيم واسماعيل ان يبني هذه الكعبه فنفذ اراده الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكه يحملون العرش هذا الجسم المادي ذكرنا انه القوانين الطبيعيه هذه ظاهر من باب القضيه الاتفاقيه الواقع هي اراده الله التي ينفذها عبر الملائكه ويدبرون الامر هذا المعنى التفسير للايه يحملون هذا العرش وليس الله جالسا على ذلك العرش واما تاويل الايه فالعرش هو العلم والله سبحانه وتعالى حمل العلم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء حمل ذلك العلم الى ثمانيه اربعه من المتقدمين واربعه من المتاخرين هذا سنصل حديثه ان شاء الله في القريب العاجل يعني اربعه قبل النبي محمد صلى الله عليه واله واربعه هم النبي محمد وأوصياءه يحملون العلم فليس في ذلك لا في تفسير الايه اللي حمل ثمانيه من الملائكه العرش ولا في تاويل الايه وهو حمل ثمانيه من الانبياء والاوصياء العلم ليس في ذلك حمل لله سبحانه وتعالى، بل تنفيذ لاراده الله سبحانه وتعالى. قال فاخبرني عن قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. فكيف قال ذلك؟ انت تقول انه ليس بمحمول، فكيف هذه الايه؟ فقال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: ان العرش خلقه الله تعالى من انوار اربعه. الله خلق العرش فالعرش مخلوق وهذا المخلوق يحمله مخلوق آخر أي مشكلة في ذلك أفرض مثلا هذا الكتاب مخلوق أنا أيضا مخلوق أنا مخلوق أحمل هذا الكتاب شنو المشكلة في ذلك وإذا كان تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل يحملان أحجار الكعبة أحجار الكعبة مخلوقة يحملانها بامر الله يحملانها بامر الله سبحانه وتعالى شنو المشكله في ذلك؟ لا تتوهم ان الله هو الذي جالس على العرش فيكون محمولا، كلا هذا ليس الايه لم تبين ذلك، لم تقل ان الله محمول، بينت ان العرش محمول ثم الامام يبين ان العرش كيفيه خلقه ومعنى العرش الحقيقي والتاويل في ذلك هذا نتركه الى حلقة قادمة ان شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين